إذا ما هو هدف تركيا الأساس من هذا التصاعد أو هذا الصعود إن صح القول داخل أفريقيا وتنامي النفوذ؟ وحقيقة يعني أفريقيا واحد من أهدافها الأساسية هو يعني أفريقيا فيها 54 دولة في أفريقيا. حقيقة يعني توسيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كانت على رأس هذه الأولويات. هذا واحد. الأمر الآخر اللي هو يعني العمل في المجال الاقتصادي. تركيا دولة الآن يعني لديها مشروع نهضة لا يمكن أن يقوم إلا بتوسيع الفضاء التبادل التجاري والاقتصادي وتوفير المواد الخام التي تدخل في الصناعات المختلفة. وحقيقة أفريقيا مليئة بالموارد والخام والطاقة. كذلك أفريقيا فيها مليار إنسان وما يزيد على مليار إنسان وهي سوق بلا شك. فاقتصاد التركي حقيقة سيجد سوقا هائلة جدا لتسويق المنتجات التركية. نعم. كذلك حقيقة يعني من خلال توظيف العلاقات توظيف الحضور التركي في المنابر الدولية كذلك صالح الدول الأفريقية عند هذه واحد من الأشياء واحد من الأهداف الأساسية.